السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني هاد ترانزستور مزفلت اف اف ار اف زد 44. وهنايا يعني هاد مصباح الليدات يعني لومب ايكونوميك او مصباح الليدات اللي ليد هنايا شامونس مصباح الليدات يعني لومب ايكونوميك او الليد. هنا عندنا واحد البونطونسيومتر 10 كيلو اوم كيدور بالليد بحال هكا. عندنا ليمونطاسيون انبوت مي 29 فولت دي سي يعني 29 فولت كتجي من ترانسفورماتور. غتدخل مثلا هنا 220 فولت ترانسفورماتور غتخرج 29 فولت في دي سي. الموان ديال في دي سي غيخرج من هنايا ناقص غيمشي ناقص ديال البوتونسيومتر من هنايا نيجاتيف غيمشي نيجاتيف ديال لي ليد هما دابا. والبليس ديال 29 فولت غيجي من هنايا غيمشي لاش لقيت هاهي لقيت لا عفوا بليس غيجي لهنايا وغيمشي للرجل ديال البوتونسيومتر الاولى انبوت 29 فولت في دي سي. ومن رجل هذا ديال البوتونسيومتر غيجي وغيمشي الدرين ديال موزفلت. والجيت غيجي خيط وغيمشي لهذا الرجل هذه خيط اخر غيجي يخرج وغيمشي الجيت. والموا غيجي من هنايا ديال الترانسفورماتور 0 فولت غيجي لهذا الرجل هذيك ديال البونطونسيومتر. ومن هنايا غيمشي لهذا باش اليمونتي هذا لي ليد. والسورس غيخرج منها خيط وغيمشي للبليس ديال هذا لا ليد. شتينا غنعاود عاوتاني قلنا 29 220 فولت دخلات هنايا. ومن هنا خرج المواه 0 فولت مشى لهاد ناقص. ومن هنايا ديال البونطونسيومتر ومن هنا مشى لناقص لي ليد باش اليمونتي لي ليد. والبليس ديال 29 فولت 29 فولت غيجي لهنايا غيدخل 29 فولت في ديسي غيدخل البونطونسيومتر. ومن هاد الرجل ديال البونطونسيومتر غيمشي للدرين ديال الترانزستور موزفلت. وخيط اخر غيخرج من هاد الرجل هادي ديال البونطونسيومتر غيمشي للجيت. والسورس غيخرج من واحد الخيط غيمشي لهاد اليمونتي هاد سميتو هاد ليليت. يعني الوقت اللي غندور انا بحال هكا غنبدا نجهد وغنطفي من هاد سميتو. هذا راه محول ترانسفورماتور كيدخل 220 فولت وكيدخل 29 فولت في دي سي يعني كورو كيدخل كورون انتيريور كيخرج كورون كونتيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.